اهلا بحضراتكم من جديد، وتقليدنا اللي احنا دايما محافظين عليه بنحتفل بابطالنا وتكريمهم بيكون في بيتهم هنا في قناه النادي الاهلي، وتكريم احمد هشام سيسه. طبعا عايز اقول لكم ان كنا عايزين كل يعني افراد المنتخب النادي الاهلي يكونوا معانا، ولكن طبعا كلهم سافروا الساحل يعني بامانه يعني، وده حقهم لانه طبعا هم من اول من 3 4 شهور معسكرين، فكلهم سافروا الساحل طبعا عشان يعني ياخدوا وقت، عايزين يشوفوا البحر بس قبل ما يرجعوا تاني على معسكر النادي الاهلي، صح ولا انا غلطان؟ فاكيد طبعا انتوا يعني الناس فاكره الرياضي مرفه، ولا بس الرياضي حريم نفسه من حاجات كتير. احنا اصلا لما زي ما قلت لحضرتك احنا اتجمعنا بعد ما السيزون خلص باسبوع او اسبوع ونص، ما العيد الكبير ما عيدناش، حتى العيد الصغير ما عيدناش، كنا ساعتها مع النادي فما حدش خد اجازه. عذاب اليم طبعا الاجتماعات، فطبعا بعد ما خلصت البطوله بقى كان كل ساحل الواحد عايز يلحق يطلع في اي حته كده كده ساحل على طول ثلاث يعني لو طلعوا يقعدوا ثلاث شهور بس. طبعا خليني اقول لك ان ده مطلوب، يعني مطلوب اللاعب يفصل خالص. اكيد طبعا حتى في اوروبا كده، اوروبا بعد ما خلصوا دوري ابطال اوروبا كل لعيب طبعا بياخد الراحه بتاعته عشان يقدر يكمل بعد كده. صحيح، عشان يبقى في استشفاء وجسمه يرجع طبيعي عشان ما يلحمش موسم في الثاني. بس الحقيقه بيبقى حلو ان انت واخد بطوله ومريح، خلي بالك من دي. اكيد طبعا يعني ما انت ممكن تريح وانت بعد لا قدر الله زعلان ومضايق، بتبقى حلوه وتبقى انت قاعد مبسوط وحاسس ان انت عملت انجاز. فبطوله زي دي الحقيقه اكيد حاجه كبيره ان انت فرحت مصر كلها. طب قول لي يعني، يمكن سيادة الرئيس نزل طبعا إشادة بالأداء المنتخب ولعبته، يعني ده واقع عليكم إيه؟ أنا طبعا بحب أشكر جدا جدا سيادة الوزير علي الوزير أشرف صبحي، كان موجود في الافتتاح وكان موجود في كذا ماتش حتى النهائي، والدكتور طبعا معالي الوزير دكتور اشرف مدبولي معالي الوزير مع دوله رئيس الوزراء، طبعا كان مدعم لينا كل الدعم كبير. والدكتور كان لعيب يد على فكره، والدكتور حسن مصطفى ده كان مدعم لينا دعم رهيب، والدكتور حسن مصطفى، كلهم كانوا فيه دعم كبير، والاتحاد كله ومصر كلها والجماهير. وبعد البطوله لما ينزل اشاده من سياده الرئيس بتبقى حاجه كويسه. طيب خلينا نقطع التورته لان خلاص احنا وقتنا قرب، تعالى بقى كده انت، ايوه هات بقى انت في الصوره فين، انت عارف نفسك، فانزل بقى كده على طول، ايوه كده. الف مبروك يعني، ربنا يكرمك وان شاء الله موفق مع المنتخب، موفق مع النادي الاهلي، ونتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا بجد والله على الحلقه وعلى التورته وعلى التقدير ده والله بجد. بشكرك، انت تستاهل كل خير بجد والله، ربنا يشكرك. اعزائي المشاهدين، ده كان احتفالنا مع احمد هشام سيسه، واحمد مندوب عن كل لعيبه منتخب مصر، هو هداف المنتخب برصيد 19 نقطه، ان شاء الله ننتظر منه المزيد. بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، وانتظرونا في حلقه جديده وبطل جديد مع الابطال.